المواطن لأي قطعة أرض لديه يقسمها إلى مربعات سكنية ويوزع ويبدأ في البيع على أساس يستربح منها يعني باب الربح، وهذا كله يجي على حساب الآثار. قانون الآثار طبعا، قانون الآثار هو وضع قديما، هو فيه يعني فيه غرامات وفيه عملية حبس وسجن، لكن هو لما نجي بنستخدمه توا الحقيقة هو قانون ضعيف جدا، لأن العمليات الغرامية فيه بسيطة، المبالغ المالية، الحبس حتى هو ما يعني لا يردع الانتهاكات الموجودة الآن.